أرحبوا يا جمهور، اليوم ضيفتنا جابت العيد، وجابت العيد بالمطعم. تبغون تعرفون شلون جابت العيد؟ تعالوا معنا. طبعًا لازم في ناس وياك، في ناس ضدك في هذا المجال، وبشكل عام أي فنان له محبين وله نفس الوقت ناس يعني منتقدين بناء وانتقادات غير بناء اللي هي الدامة. أخوك عرض ما تحته خط، أنت الحين وش سؤالك؟ نعم. وش تبي تقول؟ سؤالي هو الحين كنتي في مجال الغناء، إيش حاجة تنتقلين لمجال التمثيل؟ متى انتقلت؟ أنا أنت قلت وصرحت إن في بيكون في مسلسل راح تمثلين فيه. أيوة، لما انتقل كلمني. اوكي، هل في هذا معناه ترى انت يوم واحد انتقل من مجال لمجال؟ اوكي، لكن انت كنت في مجال الغناء وصرت لمجال التمثيل، يعني في اخفاقات صارت في مجال الغناء عشان صرت لمجال التمثيل، شو ردك للناس اللي يقولون هالشيء؟ يا راجل اي عندي اخفاقات، ومن كثرها ما لقيت باب، كل الدنيا مسكره، قمت اتجهت بشتغل كومبارس. عندك مشكله؟ يعني هذا مش مواجهة على فكرة، يوم أنا أسأل السؤال لازم تجاوبين جواب صريح، فهذا معناه أن أنت قاعدة تبتعدين من السؤال، صح لا؟ هذا جابتي أنا حرة. أنتم من وين جايبين النمونة ذي؟ الأفلام من وين؟ من أي متحف قاعد يسأل؟ أنت شتبي بدنيتك؟ أنت فعلا حد غاشك وقال لك أنك أنت مقدم يعني برنامج وخفيف دم وكذا؟ ترى لا. يعني السؤال اللي كنت بسألك، أوكي أنت تقلتي نفس ما منطلع من الحوار هذا إلا ما أبا التارجت اللي أنا بوصله، هل كان في إخفاقات؟ قلت لي لا، لكن هل في كان، أنا حسب ما سمعت من عدة ملحنين زين أنهم ما يبون يعطونك لحن لأن أنت ما تسوي لهم شهرة، شو تردين؟ يا حرام، أي صح، أنا أفشل وحدة في الدنيا، أنت اشتبه اللي أبي أن أنت الغنى مالك، هل هو غنى عن طريق الفيديو كليب اشتهر ولا غنى بصوتك وطربك؟ لا، أنا في الفيديو كليب كنت أسوي في الإشارة، ما كان في أداء، ما كان في صوتي. لا ما له علاقة، في النهاية هذا إعلامي وهذا مذيع وهذا ممثل وكلهم في مجال الإعلام. مجالك أنت، هذه وظيفتك عزيزي. حتى الغنى وظيفة؟ لا مو وظيفة، هذا عند مين وظيفة؟ لكن هذا معناه إن حتى لو ما كان واحد صوته حلو وما كان أسلوبه في الغناء حلو ولا عنده طرب أو ما عنده باك جراوند إعلامي أو باك جراوند طربي تمام، ولا عارف الموسيقى ولا عارف الجيتار ولا يعرف يعزف، فهو يقدر عن طريق بهزاته يصير مطرب مشهور، صح ولا لا؟ عفوا، أنت تسمع بأي إذن عشان أخاطبك؟ الإذن. أنا إيش قلت؟ ما قلت طقاقة. الفنان لازم يكون عنده باك جراوند طربي. انت يا حرام، شنو باك جراوند؟ انت وش فاهمك؟ ايش قاعد تقول انت؟ ترى انا قاعد اسالك، شو يعني أنا طيب في النهايه مش طارق مش فنان، فسر لي شو يعني. انا قاعد اسالك انت كمغني، قاعد اسالك فسر لي، انا ما افهم شو يعني باك جراوند طربي. باك جراوند طربي انت ما تكوني واقفه على المسرح وتغني وما عندك، لا تعرفي بالبحر الفلاني ولا عندك طريقه بالارتجال السلطنه، فانت ما تكوني لا السلطنه، هذا من وين المصطلحات جايبه موسيقيه؟ لازم يكون عندك تنويع، صح ولا لا؟ تغنين مش تغني واحد. دراستك؟ أنا مهندس كمبيوتر وإعلامي. إيش دخلك في الموسيقى؟ اللي قاعد تقوله ترى حيضحك الناس عليك. ترى قاعد أسألك أنت تجاوبين. اللي قاعد تقوله أسئلتك فاني. ما تسألها شخص أكاديمي مثلي موسيقي، روح أسألها حد مثلك دارس كمبيوتر، قول له الماوس والفارة وين تحطها. أيوة. ما تسألني أنا أسئلة ذي، أسئلتك بالأساس مو صح، مو قاعد تسأل أكاديمي، مو قاعد تسأل صح موسيقيا، مو قاعد تسأل فنان أنت مطرب، أنت قاعد تسأل حد ميكانيكي سيارات. فيك تعطي المايك للأخت؟ لا عندي ولا بعد. أقوم؟ لا عندي بعد كذا سؤال. مو كيفك؟ ليش مو كيفك؟ أنا اللي حدد. ما ينفع. ولا كان أحدد أنت شنو شاريني ما ينفع. أنا ما شاريك. أنا اللي أحدد. شو اللي تحددين؟ أنا أحدد أنسأل أو ما أنسأل، أنا وافقت كرم مني. أوكي. أوكي. خلصنا. انتهى كراميل هنا، وقفتها حول.
انت فاهم الميديا غلط او عشان اسئلتك فعلا تضحك. انت تجي فنان خريجة فرنسا كونسرفاتوار 7 سنين اوبرا تقعد تقول بحر. اللي كنت بسألك الغنى اللي تغنين الاغاني بشكل عام, هل فكرتي ان تغنين اغنية الاطفال؟ هو ظل في اطفال الحين ما عاد هذا الشيء موجود, يعني صارت اغنيه الطفل هي اغنيه اشطح وحب ناقص وحبك موت يا محمد. انا في امهات يكلموني عمر اولادهم وبناتهم بالسنتين وحافظين اغاني ويرددونها, فمعناها خطاب الطفل تغير, يعني راح ماما زمنها جاي راح انتهى هذا. بس ما تحسين ان انتم كفنانين او ممكن نقول انتم يعني انت كمغنيه تؤدي الغناء او ممكن تنقلين الرساله في النهايه, طيب انت لما انت تقولين متابعين او الاطفال يشافوا يشاهدون اشرح اشرح, فانتم خليتوا الاطفال انهم يطالعون لهالاشياء ونسيتوهم الاشياء القديمه, فما تحسين هني ان انت سرقتي الطفوله من الاطفال عشان يوصلون للمراتب اللي نفس تقولين مده عمره سنتين يغني لك وشطح؟ حرام بكيتني والله. واي اي بليز وايد مؤثر الموضوع اضطهد نط. نعم طبعا شمس انت معروفه انك انسانه صريحه وجريئه وواضحه, البحث اللي بحثتيه انت هذا كله عن موضوع الطقاقات اللي تبين توصلين ان احلام هي طقاقه من افريقيا. أنا مو موضوع بحث, أنا قاعدة أعمل دراسة, دراسة فيها الطقاقات, فيها اللي عزفون العود من أيام الزرياب, من أي يعني أنا أتكلم عن تاريخ الموسيقى, بس أكيد رسالتي مو في الطقاقات. أنت حسب ما درستي معلوماتك والأشياء اللي عرفتيها, هل أنت تصنفين أن أحلام ترجع يعني من نوعية الطقاقات؟ لازم نسأل عنها؟ يعني جاوبي, الناس حابة تعرف. أوكي هي شيء إز طقاقة. أنا بالنسبة لي اليوم كنت في انترفيو خفيفة كذا بسيطة, المفروض كان يكون مقلب أنا ما كنت عارفة. شكراً خالد, أنا علشانك عملت الانترفيو وعلشان البنت الحلوة عايشة وعشان عمور, وأكيد معانا الدي أو بي, شكراً وشكراً لروتانا خليجية, ميرسي. زي ما عودناكم دايماً انتظرونا بكرة مقلب جديد وضيف جديد وبنشوف مين جاب العيد. يكون مشهور مو لازم يكون خريج من اكاديميات او من اكاديميه فنيه, فايش الشيء اللي يميز شمس ان هي خريجه اكاديميه فنيه؟ لا, هو لازم الفنان يكون اكاديمي حتى لو عنده بالفطره الموهبه, لازم ينميها علميا والا يصير مسخره. انا فاهمه ان قدامي شخص اول مره اتعرف عليه, صح؟ بس قدامي بنت, حتى كمذيع ليش حطيتوني في هالموقف؟ تبون تستحملوني اللي يجي من عندي تستحملونه, وفوق وردة بعد تبي تستحمل, يلا اشتغل تعلم كذا الميديا.